Daar weer. Daar weer. Gelukkig. Het. السلام عليكم إليكم أهم عناوين هذه النشرة. أكد علماء جيولوجيا أنه لا تزال إلا ثلاث هزات أرضية والمغرب يلتصق بأوروبا، لذلك لبسوا مزيان ومشطوا شعركم ولسولوكم على اللوبيا ما تتعرفوهاش. وفي أخبار الحوادث، فقدت نقافة إصبعها بعدما وضعته عن طريق الخطأ في فم صديقتها التي كان لسانها يزغرت بسرعة طحانة العصير. أكد علماء أتراك أن الإنسان قادر على حمل 26 تفاحة بيد واحدة بواسطة كيس بلاستيكي. وفي المجال الصحي، أكدت دراسة طبية أن أفضل طريقة للاستفادة من عصير الليمون هي شربه عن طريق الفم. اهتزت ساكنة البيضاء على وقع جريمة بشعة، بطلها رجل قام بقتل زوجته وأمه وأولادي ثم قتل نفسه وهرب. وفي أخبار الهجرة السرية، دقائق قبل وصول أحد الحراقة إلى الشاطئ الإسباني وجد نفسه داخل مسابقة للسباحة، فدخل الأول ليجد أن الجائزة عبارة عن رحلة إلى مدينة مراكش. الأخبار باللغة الفرنسية، سوف تلتقونها باللغة الفرنسية إن شاء الله. إلى هنا تنتهي نشرتنا، بعد قليل تلتقونا مع فيلم للخليع. أطفئوا التلفاز وناموا.